بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نتكلم عن الحركة الوطنية ومقاومة الاحتلال البريطاني. أول حاجة أحمد عرابي. من هو أحمد عرابي اللي اسمه كان ملتصق جدا بحاجة اسمها الثورة العرابية ومقاومة هذا الاحتلال البريطاني؟ أحمد عرابي ولد عرابي في 31 مارس سنة 1841 في إحدى قرى محافظة الشرقية. بعد كده التحق بالجيش في عهد سعيد باشا اللي هو الخديوي سعيد، إن احنا اتكلمنا عنه في درس بتاع محمد علي، واللي بدأ في تجنيد أولاد عمد البلاد ومشايخها. وأخذ عرابي يترقى حتى وصل إلى رتبة أمير لاي، كان ده في عهد الخديوي توفيق. بدأ عرابي كفاحه منذ عهد الخديوي إسماعيل، واشترك مع بعض المصريين في تأسيس الجمعية السرية اللي هي اسمها مصر الفتاة. زعماء الثورة العرابية. كان مع أحمد عرابي زعماء آخرون قاموا بدورهم الوطني بنفس الإخلاص والجرأة والتضحية، كان منهم محمد عبيد، وهو أحد ضباط الثورة وأبلى بلاء حسنا ضد الإنجليز في موقعة التل الكبير، كانت موقعة شهيرة جدا. كان برضو من ضمن زعماء علي الروبي، ومن أشد زعماء الثورة العرابية حماسا وأكثرهم ثقة في مصيرها. وكان فيه علي بيك فهمي، وهو كان من ضباط الثورة العرابية وأبلى بلاء حسنا أيضا ضد الإنجليز في موقعة التل الكبير، ونفي مع رفقائه إلى جزيرة سيلان. كان فيه برضو من ضمن الزعماء المهمين عبد العال حلمي، كان شريكا لأحمد عرابي وعلي فهمي منذ حادث قصر النيل، ونفي إلى جزيرة سيلان ودفن فيها في 19 مارس سنة 1891. وكان أيضا من أهمهم كان الشهير محمود سامي البارودي، وكان صديقا وطنيا للضباط المصريين وتولى عدة مناصب وزارية قبل وبعد الاحتلال. كان أيضا من أهم هؤلاء الشركاء في هذه الثورة القوية كان الإمام محمد عبده، وكان من زعماء الإصلاح وحصل على الشهادة العالمية من الأزهر الشريف سنة 1877، ووقف بجانب الثورة العربية، واتخذ من صحيفة الوقائع المصرية، كان عامل صحيفة اسمها الوقائع المصرية، منبرا لمناصرة وتأييد العرابيين، واتهم بالتآمر مع رجال الثورة، وحكم عليه بالسجن ثم النفي إلى سوريا ثم إلى أوروبا. فعفى عنه الخديوي محمد توفيق وعاد لمصر، وأسندت إليه وظيفة الإفتاء بالبلاد، وتوفي عام 1905. تعالوا، كل حاجة بيبقى ليها أسباب، حتى زي ثورة 25 يناير. تعالوا نشوف إيه هي أسباب الثورة العربية. أول حاجة، ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر منذ عهد محمد سعيد باشا نتيجة القروض اللي زادت قوي في عهد الخديوي إسماعيل. زي ما احنا شفنا عهد محمد علي، قلنا إن الدنيا باظت جدا من حيث الديون اللي كانت على مصر كتير قوي في عهد مين؟ في عهد إسماعيل. والامتيازات الأجنبية اللي منحتها الدولة العثمانية للأجانب، وده أدى لكثرة توافدهم وسيطروا على أمور الحكم في مصر. وأيضا سوء الأحوال الاقتصادية بسبب فرض الضرائب على المصريين وعدم توزيع هذه الضرائب توزيعا عادلا. وأيضا تسريح الآلاف من الجند والضباط في عهد توفيق وعدم ترقيتهم مثل الأتراك والجراكسة، وزيادة حدة التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية. وظهر ذلك في أنه أنشأوا مراقبة ثنائية إنجليزية وفرنسية على الموارد والمصروفات في مصر، بقى هم اللي مسيطرين وهم اللي بيراقبوها. طب وإحنا فين دورنا؟ ما كانش لينا أي دور كمصريين. كمان إنشاء وزارة أجنبية بها وزير إنجليزي وآخر فرنسي كمراقبين على أعمال الحكومة، اللي هي الحكومة أصلاً اللي هي المفروض الحكومة المصرية، فكانوا جايبين وزير إنجليزي ووزير فرنسي هم اللي بيراقبونا. فشفت أنت مدى التدخل بتاعهم اللي كان مستفز لينا، وكان من أهم أسباب الثورة العربية. تعالوا نشوف ايه هي احداث الثورة العرابية اللي كانت في سنة 1881. عريضة الضباط. قدم هذه العريضة الى رياض باشا رئيس مجلس النظار، وطالبوا فيها بعزل عثمان رفقي ناظر الجهادية. فتم القبض على زعماء الثورة بقيادة عرابي، فترقت قوة مصرية بقيادة الضابط محمد عبيد، وأطلقت سراحهم، واضطر الخديوي توفيق إلى تعيين محمود سامي البارودي ناظرا للجهادية. الجهادية اللي هي كان اسمها إيه؟ اللي هي الحربية، يعني ناظر ليها، يعني وزير الحربية في هذا الوقت كانوا بيسموه ناظر الجهادية.
المذكرة المشتركة الأولى والثانية أرسلتها إنجلترا وفرنسا لتأييد الخديوي وتوفيق ضد الحركة الوطنية الجديدة اللي ظهرت دي واللي عملت مشاكل، وإبعاد عرابي خارج مصر خالص، ونفي عبد العال حلمي وعلي فهمي داخل القطر يعني في مصر يعني، واستقالة الوزارة القائمة. ازداد التفاف الجيش والشعب حول عرابي، واضطر الخديوي توفيق انه يعيده ناظرا للجهادية، وتعهد عرابي باقرار الامن والنظام في جميع انحاء البلاد. الاحتلال البريطاني لمصر. دبرت انجلترا بعض الحوادث في الاسكندرية عشان تكون دليل على عدم مقدرة عرابي، مش عرابي دلوقتي هو اللي الشعب ضغط على الخديوي توفيق عشان يعينه ناظر للجهادية فعينه يعني وزير الحربية. هم بقى بدأوا يعملوا ايه؟ قالوا لك طب مش انتوا بقى هو ده بقى الراجل اللي انتوا عينتوه؟ طب احنا بقى هنبوظ لكم الدنيا عشان نثبت لكم ان هو مش قادر يسيطر على امن البلاد. شفت التفكير بتاعهم راح فين؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. فدبرت انجلترا بعض الحوادث في الاسكندرية عشان تكون دليل على عدم مقدرة عرابي على انه يقر الامن والنظام في مصر. وقامت انجلترا بضرب الاسكندرية في يوليو، في يوم 11 يوليو سنة 1881. ثم أقال الخديوي محمد توفيق عرابي إلا أن الشعب قرر الدفاع عن البلاد بزعامة عرابي، وفشل البريطانيون في دخول البلاد عن طريق قفر الدوار، فاحتلوا قناة السويس في أغسطس 1882 بأمر من الخديوي توفيق. في النهاية هزم جيش عرابي في التالي الكبير في 14 سبتمبر 1882، ثم احتلوا القاهرة في اليوم التالي للأسف. السياسة البريطانية في مصر بعد هذا الاحتلال: سيطرت بريطانيا على كل مرافق البلاد من خلال المعتمد البريطاني اللي هو الحاكم الفعلي بقى للبلاد، وسيطرة مالية على البلاد لمصلحة أصحاب البنوك الأوروبية، وألغت النظام الدستوري. ما خلاص مبقاش عندنا نظام دستوري، بقينا احنا نمشي بحكمهم هم. زودت الصناعة البريطانية بالقطن المصري وأهملت الصناعة المصرية خالص طبعا، وفرضت ضرائب على المصريين وألغت المراقبة الثنائية. جعلت مصر تقوم بدفع تعويض لإنجلترا مقابل الخسائر اللي نتجت عن العمليات الحربية، رغم ان احنا كمان نتجت عندنا خسائر، بس احنا بس اللي ندفع لهم هم ما يدفعوناش. شفت مدى الظلم بتاع هذا الاحتلال. مصطفى كامل كان باعث الحركة الوطنية وهو الرمز الجديد اللي ظهر في هذا الوقت. تولى مصطفى كامل زعامة الحركة الوطنية في اواخر القرن 19. اما كفاحه فاتصل مصطفى كامل بالقوى الوطنية داخل مصر والقوى الدولية التي يمكنها مساعدة مصر، وحاول اجتذاب الخديوي عباس حلمي الثاني لصفوف الحركة الوطنية عشان يبقى مع الشعب، يعني ما يبقاش الحاكم لوحده والشعب لوحده وفي احتلال غاشم بيقضي على الاثنين. استطاع عن طريق اتصالاته الشخصية بالدول الأوروبية انه يفضح سياسة انجلترا في مصر، واسس جريدة اسمها اللواء، اسس جريدة اسمها ايه؟ اللواء سنة 1900، وانشأ كمان الحزب الوطني سنة 1907. كانت حكومة فرنسا من اكبر المؤيدين للحركة الوطنية، حتى عقدت مع انجلترا ما عرف بالاتفاق الودي سنة 1904. كان فرنسا معنا في الاول، بس عملوا اتفاق ودي مع مين؟ مع انجلترا، تمام، وخلاص بقوا علينا خلاص هم كمان. الاتفاق الودي ده بقى نص على اطلاق يد انجلترا في مصر ويد فرنسا في المغرب، كانهم عارف انت ايه، قسموها بقى، انت يا مصر خدي بقى، خدي انت يا انجلترا خدي مصر لوحدك، وانا اخد بقى المغرب بقى والجزائر ومش عارف مين والدول دي، ونقسمها مع بعض ونبقى وديين، ولا انتوا تحاربونا ولا احنا نحاربكم، ولكن نقضي على هذه البلاد. للاسف ادى كفاح مصطفى كامل لعزل المعتمد البريطاني اللي كان اسمه اللي هو مين، اللورد كرومر، من منصبه بعد حادثه دونشواي 1906، دي كانت حادثه شهيره جدا. وفاه مصطفى كامل، توفي في فبراير 1908، وخلفه في زعامه الحزب الوطني طبعا محمد فريد. الجلاء، خرجت القوات المحتله من اراضي الدول التي احتلتها نهائيا. محمد فريد كان ايضا رمز من رموز الاخلاص والتضحيه. جلاء الاحتلال البريطاني وانشاء مجلس نيابي وتاسيس حكومه وطنيه مستقله وانشاء مدارس ليليه لتعليم الفقراء والعمال مجانا من اهم الخطوات اللي محمد فريد اتخذها، بجانب هذه الاصلاحات الرائعه اللي قام بها محمد فريد، او كان على راس هذه الاصلاحات، او هذه النقاط الهائلة اللي تمت في
محمد فريد. ايضا انشاء نقابات للعمال ورفض مشروع مد القناة سنة 1910، عندما وجد محمد فريد ان السلطات الحاكمة في مصر وسلطات الاحتلال البريطاني تضيق عليه وتراقبه، مد نشاط الحركة الوطنية لمين بقى؟ لجأ الى اوروبا، وشارك في العديد من المؤتمرات لبحث المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمناداة باستقلال مصر، حتى توفي في 15 نوفمبر 1919. تعالوا ناخد بعض الأسئلة على هذا الدرس، والأسئلة دي احنا مش هجاوبها عشان عاوز اشوف انت مدى ما فهمته او استوعبته من هذا الدرس، زي ما اعتدنا في هذه الدروس في منهج الدراسات لهذا الصف ان احنا بديك بس اهم النقاط او اهم الاحداث، وانت طبعا بتكمل بقى بقية الاحداث مع نفسك قراءة من الكتاب بتاعك، الكتاب المدرسي بتاعك، لكن انا بديك اهم الاحداث وبديك بقى اهم الاسئلة اللي لو جه في الدرس ده اسئلة منه في الامتحان مش هتخرج عن هذه الاسئلة اللي انا هديها لك، فانت اهتم بيها وحاول تجاوبها، اسمع الدرس تاني وحاول تجاوبها وبعت لنا الاجوبة بتاعتك عشان نقيمها. قول يا احمد عرابي بمحافظة، دعا الزعيم نقط بانشاء نقابات العمال، ازداد التدخل الاجنبي في مصر منذ عهد سعيد باشا نتيجة نتيجة ايه؟ تولى الامام محمد عبده رئاسة التحرير، رئاسة التحرير دي يعني اكيد في بعدها جريدة او مجلة عشان اسهل عليك الموضوع، واتخذها منبرا لتأييد كذا. خلص الدرس النهاردة، لو عندك اي سؤال لا تتردد لحظة ان انت تراسلنا، معنا فهم نتعلم ببساطة، والى اللقاء.